هو مفتاح يا بندق. هو بيتي ولا بيتك؟ مين؟ مين يا اللي على الباب؟ مين؟ حاضر. ايه ده؟ ولا ايه اللي جابك يا توربين؟ خلها يا رجل، خلها. هذه فلوس، خذها وحل عنها. احب اللي يوفي بوعده قوي، عشان كده تلاقيني مساحب شوية كلاب. انت راجل صالح يا عم صالح، سلمتني الفلوس قبل المهلة بيومين. عد ولا دار امان؟ كيفك تبي تعدهم ولا كيفك؟ اهم شيء تحل عنا. هو انا ممكن افهم ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يا رجب خله ياخذ الفلوس ويروح. يمشي فين يا عم زهران؟ زهران اسمه صالح، صالح السعودي اللي المباحث بتدور عليه ولا ايه؟ كده انا فهمت. يا رجب خله يروح بدل ما يبلغ الشرطة علينا. سهل. ماشي امشي. يعني ايه؟ احنا كنا رايحين نجيب الفلوس عشان خاطر البقف ده. بقف في عينك ياض، انت قلت لي اسمه ايه؟ بندق. وده بالواحده ولا بالكيلو؟ على كده بقى الواحد ما يسلمش عليه بايده، يسلم عليه بالكساره. انت موافق على اللي بيحصل ده يا عم زهران؟ كفى يا رجل، قلت لك اسمه صالح. ما خلاص بقى، هو فيلم ولا ايه؟ جرايه يا راجل، مالك؟ اسمه صالح، واسمع كلام عمك صالح بدل ما تروح في حديد انت وصاحبك.